طيب، السلام عليكم. في حد يعرف جوجل فلاتر او سمع عنه قبل كده؟ كويس، في اثنين اهو. في حد يعرف فلاتر ايجيبت؟ بالتاكيد ما يعرفوش فلاتر، ما يعرفوش فلاتر ايجيبت. طيب، انا كان عندي دايما مشكله بخصوص التكنولوجي، ان كانت التكنولوجي بتنزل بره وبتقعد سنين لما احنا نبدا هنا نسمع عنها ونبدا نتكلم عنها. المشكله دي حاولت احلها بتول جديده، وده SDK Framework من جوجل. ان انا انشات اول كوميونتي على مستوى العالم متخصص في التكنولوجي دي، هو كان اسمه فلاتر ايجيبت. وكنا الحمد لله ان احنا كنا اول كوميونتي على مستوى العالم جويند جوجل توجذر وذ جوجل بروجرام، لان احنا كنا بدانا بدري قبل ما جوجل نفسها تعلن عن التول دي. الكوميونتي بتاعنا دلوقتي الحمد لله بعتبر ان هو حقق نجاحات في فتره قليله جدا، اقل من 8 شهور وصلنا حوالي ما يقارب 2000 ديفلوبر دلوقتي. وهدفي فعلا ان يكون في مصر والوطن العربي ان احنا نليد التكنولوجي دي، واحنا بالفعل من دلوقتي بنلدها من ناحيه عدد الديفلوبرز، من ناحيه الانفورميشن اللي موجوده، من ناحيه الكونتنت والحاجات عنها. دي السوشيال لينكس بتاعتنا للي حابب يجوين لينا. وبالنسبه لي انا اسمي احمد والدهب، انا سوفت وير ديفلوبر وبقالي 22 سنه مع البرمجه. عندي شركه سوفت وير في اسكندريه اسمها سيفر ريبيا. الشركه دي متخصصه في الفينتك والاي ليرنينج سوليوشنز، بالاضافه ان انا شغال في كوميونتي والاوبن سورس من اول 2002. انا كوفاوندر بي اتش بي ايجيبت، ومجال الاوبن سورس كله بقى له اكتر من دلوقتي من 16 سنه شغال فيه. انا عشان الوقت، احنا طبعا الصوره دي شفناها كتير، انا التوب بتاعي ان شاء الله هيكون جزئين. جزء بيتكلم من ناحيه الديفلوبمنت عموما، ايه الاستراتيجيز اللي احنا بنتبعها، كلام هيفيد الناس التكنيكال او الديفلوبرز، هيفيد البيزنس اونرز، ان انت كبيزنس اونر محتاج تختار القرار الصحيح اللي يساعدك ان انت تختار التول المناسبه اللي توفر عليك وقت وتوفر عليك فلوس. وان شاء الله طبعا بالتاكيد كل ده من ناحيه الكالتشر بتاعت الايه الديف اوبس. حد لسه بيستعمل بلاك بيري؟ طيب، ويندوز موبايل؟ طيب، احنا في وقت الفتره اللي فاتت دي احنا از ديفلوبرز وهدو ديل وذ فور ديفرنت اوبريتنج سيستمز. كان محتاجين ان احنا عشان نديفلوب موبايل اب، كان محتاجين ان احنا نطلعه للبلاك بيري، محتاجين ان احنا نطلعه لويندوز موبايل والاندرويد والاي او اس. ساد فور ذيم، بلاك بيري اعلنت مع او اس 10 ان هم هيوقفوا الدعم بتاعه وخلاص ولن يستمروا في الجزئيه ديت. ده كان كويس بالنسبه لنا لان عرض البلاتفورمز قال لينا. وكان الاصدار فيرجن 10، العجيب ان مايكروسوفت خدت نفس القرار في نفس الاصدار برضه في ويندوز موبايل فيرجن 10. مش عارفين الاندرويد لسه ايه الوضع، اي او اس عدى خلاص فيرجن 12. فاحنا دلوقتي احنا اصبح معانا از ديفلوبرز في تو مين اوبريتنج سيستمز وهاز تو ديل وذ ذيم ونديفلوب موبايل ابس ليهم. دي صوره تخيليه للعلاقه ما بينهم، هي دي الصوره الحقيقيه اللي بيحاول كل واحد يسيطر على الماركت بصوره معينه. هنبدا نتعرف على التو اوبريتنج سيستمز دول اكتر، هنتعرف على ايه التولز او ايه الاستراتيجيز اللي احنا ممكن نتبعها عشان نديفلوب موبايل ابس ليها، وفي النهايه هنختم ازاي هاو تو انيبل ديف اوبس مع الاي او اس او الاندرويد وننتروديوس جوجل فلاتر. اي اوبريتنج سيستم عندنا بيبقى مجموعه من اللايرز. اللايرز دي في لايرز بتتعامل مع الهاردوير، في لاير بتتعامل مع الكيرنل، في لاير لها علاقه بالسيرفيسز، كاميرا، البلوتوث، ايا كانت السيرفيس اللي شغاله. اهم لاير دايما اليوزر بيبقى بيتعامل معاه وبيحس بيه لاير اليو اي. اليو اي كل شركه من الشركات كانت بتعتمد اسلوب معين في الديزاين سيستم الخاص بيها. شركه ابل كانت معتمده ديزاين اسمه كوبرتينو، وده احنا بنسميه الاو اي ام ويدجت سيستم او النيتف ويدجت سيستم الخاص بالاوبريتنج سيستم. على الجانب الثاني جوجل بتحاول تنتدروس الماتيريال ديزاين از ا جنرال كونسبت، مش مخصوص للاندرويد بس، بقى دلوقتي في ماتيريال ديزاين للاي او اس، في ماتيريال ديزاين للويب، والناس اللي شغاله في مجال اليو اي والجرافيك اكيد هم ادرى بالحته دي. بكده عرفنا احنا حددنا الهدف بتاعنا، عرفنا ان احنا عندنا تو اوبريتنج سيستمز. هنبدا نتعرف ايه الاستراتيجيز اللي احنا ممكن نتبعها عشان نديفلوب موبايل اب للاي او اس والاندرويد. في الشريحه دي انا حاولت الخص ايه الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها. هم طريقتين رئيسيتين، اول حاجه اسمها سنجل بلاتفورم او النيتف ديفلوبمنت النيتف ابلكيشن، والطريقه الثانيه كروس بلاتفورم. كروس يعني بتطلع حاجه لاكثر من حاجه واحده يعني. فالكروس بيطلع للاي او اس والاندرويد، الكروس بيتفرع لفرعين رئيسيين، النيتف ابلكيشن في كروس بيطلع نيتف، وفي هايبرد في كروس بيطلع هايبرد، وهنبدا نتعرف عليهم بصوره ايه اكتر.
النيتف ابروتش او النيتف ديفلوبمنت او النيتف ابلكيشن، بشوف ايه الاوبريتنج سيستم اللي انا عايز ديفلوب موبايل قبلي، واشوف اللغه اللي هو بيسبورتها الاوبريتنج سيستم ده، وابدا استخدمها علشان ديفلوب الابلكيشن بيها. كانت قبل شغاله بالاوبجكتيف سي، وبعد كده عملت سويفت. وعلى الجانب الثاني، بما ان الاندرويد بيست واللينكس كيرنل، فكان هيفي يوزنج اوف جافا بعد الاوراكل لما اشترت جافا في بعض المشاكل يعني، او حبت نقول حبت جوجل ان هي تعمل بديل اخر للجافا، نظرا ان احنا ككوميونتي عانينا شويه من جزئيه الابديتس بتاعه الجافا والتطور بتاعها. اعلنت دعم لغه جديده وهي لغه الكوتلين في الاندرويد ستوديو، واختارت اللغه دي عشان حاجه مهمه جدا، ان اللغه دي بتديبند اون جي في ام او الجافا فيرجوال ماشين، فهي مش محتاجه تري رايت الاس دي كي والانفستمنت اللي هي عملته 8 او 10 سنين عشان تعمل اوبريتنج سيستم. يبقى انا دلوقتي انا كشركه او ديفلوبر لو عايز اديفلوب موبايل اب للاي او اس او الاندرويد، لو هتبع الطريقه الاولانيه اللي هي النيتف ديفلوبمنت، هروح اشتغل بسويفت واطلع اي او اس اب، او اشتغل بكوتلين دلوقتي واطلع اندرويد ابلكيشن. بيشتغل ازاي الكود بتاعي؟ وده حته مهمه جدا عشان بنعرف كل تول بتشتغل ازاي، او ايه الاختلاف بين كل تول والثانيه، ونحاول نبين قد ايه فلاتر اللي هو جوجل اس دي كي فريم ورك من جوجل بيقدم ابروتش يونيك عن مختلف عن اغلب التولز الموجوده. احنا عندنا الكود بتاعنا طبعا زي ما احنا شايفين موجود بيترن على الارم اركتكتشر او على البروسيسور، وعندنا له موجيت سيستم الخاص بالاوبريتنج سيستم، في حاله الاي او اس كان اسمه كوبرتينو، وفي حاله الماتيريال كان في حاله الاندرويد كان اسمه ماتيريال ديزاين. وعندنا الكانفاس اللي هي مسؤوله دايما يا جماعه، الكانفاس لما تسمعوا الكلمه دي الحاجه المسؤوله اللي بتدروا الحاجه على الشاشه قدامك، سواء بقى الشاشه دي كانت في براوزر موجود، كان في شاشه موبايل، فالكانفاس هي اللي بتدروا الحاجه او مسؤول عن درو اليو اي عندك على الايه، على الشاشه اللي انت بتتعامل معاها. في مجموعه من السيرفيسز اللي احنا عارفينها زي البلوتوث والكاميرا وهكذا. لو انا اتبعت الابروتش ده، الميزه عندي ان انا عندي هاي بيرفورمانس، عندي نيتف لوك اند فيل، بستعمل نيتف يو اي سيستم نفسه، بالاضافه ان انا عندي ان انا اي حاجه سبورتد في الاوبريتنج سيستم انا بتعامل معاها لان انا بستعمل نفس اللغه. طبعا في شركات كتيره بتلجا للابروتش ده نظرا ان هو يعني كان بيعتبر اكثر امانا واكثر ثباتا. في بعد كده المشكله في الابروتش ده ان هو بيطلع ايه، بلاتفورم واحده. يعني لو هتبع ديت هطلع اي او اس فقط او اطلع اندرويد، او انا كبزنس اونر بقى لما اجي افكر في الموضوع اي هاد تو ميك تو تيمز، وان تيم فور نيتيف اندرويد ديفلوبمنت وانذر تيم فور الاي او اس. والموضوع ده اصبح هيدك كبير جدا على الشركات ايا كان حجمها، بما فيها شركات ضخمه زي مايكروسوفت وزي جوجل وزي فيسبوك، وهنشوف ازاي هم تعاملوا مع الحته ديت عشان يحلوا المشاكل اللي حصلت. انت تخيل عندك تيمين بيديفلوبوا نفس الابلكيشن، كل واحد بيشتغل بلغه مختلفه، بيشتغل بطريقه مختلفه، بيشتغل بتول مختلفه عن الثاني، وفي الاخر الاند يوزر ما يهموش كل ده، الاند يوزر عايز يشير الاكسبيرينس بتاعت الابلكيشن بتاعه سواء كان على الاي او اس او الاندرويد. هننتقل للجزء الثاني في النيتف ديفلوبمنت، الجزء المقابل للكروس. الكروس ده بيمكنني ان انا اطلع سواء نيتف او هايبر، بس في نفس الوقت بقدر اطلع تو ابلكيشنز في نفس الوقت. الهايبر ده طبعا طلع ابروتش ده كان مهم جدا وعمل نقله كبيره، لان الناس قبل الموبايل كانت شغاله ويب وكانت شغاله ديسكتوب، فقالوا ليه ما نستغلش الاكزيستنج نوليدج اللي عند الناس دي، لين اي حد مش عارف، اي حد بدا برمجه او اي حد بدا في طريق البرمجه اكيد تعلم اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، قالوا ليه ما نعملش كده تول اللي تمكن لهم ان هم يستعملوا الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت ان هم يبيلدوا موبايل اب. كان في مشروع اوبن سورس كوردوفا بروجكت من اباتشي. المشروع ده كان كل هدفه ان هو بيخليك تكتب كود اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت ويعمله رابر وتقدر تبيلده على الموبايل. تطور بعد كده في برودكت تاني اسمه فون جاب، وده اشتريته شركه ادوب بعد كده، طور عمل بعض الفيتشر والمميزات عليه وناس كتيره كانت بدات تستعمله. تطور الموضوع اكتر مع الايونيك ان هو بدا يستعمله الايه، الجافا سكريبت فريم وركس الايه الحديثه. فاكرين اللي هو موجي سيستم اللي كان موجود في النيتف راح فين؟ طيروه، يعني لغوا اليو اي النيتف يو اي بتاعه الاوبريتنج سيستم كلها بالكامل، استبدلوها بالويب فيو عشان يعملوا اكسكيوت للكود بتاعي سواء اتش تي ام ال او سي اس اس او جافا سكريبت. طبعا ميزه الابروتش ده ان انا بطلع اي او اس واندرويد في نفس الوقت، تمام، هي لغه واحده، هي حاجه واحده، بطلع للتو بلاتفورم ما فيش اي مشكله. عيب الموضوع ده ان انا البرفورمانس بتاعي بالتاكيد لن يكون هو بنفس البرفورمانس بتاع النيتف. وتاني حاجه واهم حاجه النيتف لوك اند فيل، شكل الابلكيشن بتاعي
اصبح كانه ويب سايت اكتر منه موبايل ابلكيشن. ودي اصبحت مشكله، خاصه انا وصلت ان كان في عملاء ما يعرفوش حاجه عن التكنولوجي، وكان بيجي يقول لي مثلا انا مش عايز اديفلوب الموبايل اب بتاعي بالفون جاب. يعني وصل ان واحد ما يعرفش تكنولوجي بس هو عارف ان الفون جاب ده بيطلع حاجه ما كانتش عاجباه، فهو عارف ايه اللي وراه ويمسك. فالموضوع ده بقى مهم جدا ليك كبزنس اونر او كديفلوبر، تشوف ايه التول بتاعك. هنا نسال سؤال مهم جدا، طب هل ده الموضوع ده كويس ولا حلو؟ هل انا لازم استخدمه ولا لا؟ الموضوع بيعتمد على طبيعه الابلكيشن وعلى انت هتستخدمه في ايه. بمعنى احنا لو ايفنت زي ده ومدته يوم واحد، الناس هتستعمل الابلكيشن عشان تريجستر وتشيكن، هل محتاج ان انا اديفلوب 3 شهور بالنيتف سواء اي او اس اندرويد عشان اريليز الابلكيشن، ولا اعمله في يومين ثلاثه او في اسبوع على اقصى تقدير للتو اوبريتنج سيستم؟ فدايما بقول اعرف الكيس اللي انت هتستخدم فيها الابلكيشن بتاعك وعلى اساسها قرر التول. ما تاخدش قرار ايه التول مباشره الا قبل ما تدرس ايه طبيعه الابلكيشن بتاعك ومين هيستخدمه وازاي هيستخدمه. دايما بضرب نفس المثال، بقول العربيه الفيات 128 اسرع ولا الدبابه اقوى، انه اقوى فيهم؟ المثال نفسه غلط. انا لو هسافر من القاهره لاسكندريه العربيه هتفيدني اكتر، لكن انا لو هحارب الدبابه هتكون اقوى. فشوف اليوز كيس بتاعك وشوف الموبايل بتاعك ده هيعيش قد ايه على الديفايس بتاع اليوزر. وفي نفس الوقت الهايبر ابروتش الى الان في تطور وفي تحسن، خاصه ان احنا لقينا في موبايل ديفايسز دلوقتي بقى فيها 8 جيجا رام و6 جيجا رام، البروسيسور بتاعها بقت سريعه جدا. طبيعه الابلكيشن بتاعتنا اغلبها اللي بيستخدمها اليوزر بتبقى حاجات بتعرض صور وكونتنت وتكست، فده ما اصبحش موضوع البرفورمانس ده ما اصبحش مشكله كبيره. بدا بس النيتف لوك اند فيل في تطور فيه، بس في نفس الوقت عمره ما هيكون بنفس سرعه الايه النيتف ابروتش. في شركه من الشركات قالت طب انا يا اما اعمل هايبرد يا اما اعمل نيتف، مفيش حاجه بسيطه ان انا اخلي الديفلوبر يستغل لغه سهله وبسيطه يطلع بيها نيتف ابلكيشن. من الشركات دي كانت شركه ابسليريتور، عملت حاجه اسمها تيتانيوم، ودي احنا كنا بدانا 2010 اظن. بدانا نطلع فيها موبايل ابس فعلا، وكان بيطلع بيها نيتف ابلكيشن وحققت انتشار كبير جدا، لان هي كانت حل ممتاز لينا. على الجانب الثاني كان في ستارت اب اسمها زامرين، قالت ان في مجتمع كبير اللي بيستغل مايكروسوفت بيستخدم مايكروسوفت تكنولوجيز، فليه ما استغلش الكوميونتي اللي بيستعمل سي شارب واخليه يقدر يديفلوب موبايل ابس برضه. الستارت اب دي طبعا كبرت واتشهرت، فمايكروسوفت اشترتها واصبحت امبيدد، وهي التول الرئيسيه دلوقتي اللي هي ايه بتستخدمها في الموبايل ديفلوبمنت. بيشتغل ازاي بقى الكود بتاعي لما يترن على الجهاز الموبايل؟ لو موجه سيستم الاصلي بتاع النيتف اليو اي بتاع الاوبريتنج سيستم راجع زي ما هو تاني، وفي نفس الوقت عندي الكود سواء بقى انا حولته من جافا سكريبت الاوبجكتيف سي او جافا، او حولته مثلا من السي شارب عملت له كومبايل للنيتف لانجويج بتاعه الاوبريتنج سيستم في حاله الزامرين. ميزه الموضوع ده طبعا ان هو خلاني ارجع استفاد ان انا استخدمت لغه واحده وطلعت تو موبايل ابلكيشن في نفس الوقت. ثانيا البرفورمانس بتاعي بقى احسن بكتير. العيب الوحيد في الموضوع ده كان دايما احنا بنعاني فيه، خاصه مع بدايه التيتانيوم، ان احنا كنا دايما متاخرين عن النيتف ديفلوبمنت. يعني ايه؟ ننتظر دايما ان في فريم اس دي كي فريم ورك موجود ما بيني وبين اليو اي، ما ينفعش استعمل فيتشر معينه الا لما الشركه اللي منزله التول دي تبدا تنزل دعم الفيتشر ديت وتبدا تقول لي خلاص انت تقدر تستخدمها. كنا بننتظر 3 و4 شهور و5 شهور. مايكروسوفت بعد ما اشترت زامرين وعدت ان هي وانس ان هو يبقى فاينل ريليز ممكن في 24 ساعه على ما اتذكر الرقم اللي هم قالوه ان هي هتكون مدعومه في الايه في الفريم ورك بتاعه. بعد كده في شركات قالت طب انا ما فيش ابروتش تاني ان انا افضل ارن الجافا سكريبت في ثريد مختلف واستعمل نيتف ابلكيشن. من الشركات اللي عملت كده كانت الفيسبوك، نزلت تول اسمها رياكت نيتف، وعلى الجانب الثاني كان في شركه اسمها تيليريك. الشركه ديت عملت نيتف سكريبت، وفي رايي ان هي اكثر من ناحيه التكنولوجي ومن ناحيه الفيتشرز اللي موجوده فيها، ولكن لما يجي اي ديفلوبر يسالني انا اشتغل بايه بقول له اشتغل برياكت نيتف. ليه اشتغل برياكت نيتف؟ علشان هي الكوميونتي بتاعها اكبر. او انت كشركه لما تيجي تاخد ديسيشن، لما تجيب ديفلوبر مثلا، لما تجيب ديفلوبر فوق ما 2 3 بس اللي عارفين نيتف سكريبت في مصر، لكن لما تيجي تشوف الرياكت نيتف هتلاقي مئات الديفلوبرز دلوقتي شغالين الرياكت نيتف. فدايما وانت بتاخد القرار في ايه التول اللي بتستخدمها لازم تدرس طبيعه الكيس اللي انت بتشتغل عليها. الكود بتاع الرياكت نيتف بيشتغل ازاي؟ لو موج السيستم زي ما هو، بس عندي فيه بريدج اللي هو ما بين الجافا سكريبت لاير اللي بيفضل يترن، وبيفضل فيه ثريد جافا سكريبت بيترن، الانتربريتور بتاع الجافا سكريبت بيشغله، وعندي النيتف يو اي. ميزه الموضوع ده ان انا استعملت لغه سهله الناس عارفاها اللي هي لغه الجافا سكريبت، كل الناس بتحبها وشايفاها لغه لذيذه. عيب الموضوع ده ان انا مهما كان بيفضل فيه ثريد جافا سكريبت موجود،
وده بيسبب ديلي في كثير من الاوقات للايه للموبايل ابلكيشن او حسب طبيعه الموبايل ابلكيشن. هنبدا ننتروديوس انا اسف اذا كنت بتكلم بسرعه عشان مضغوط في الوقت. هنبدا ننتروديوس بقى يعني احنا دلوقتي شفنا الشركات عملت ايه ونلاحظ حاجه مهمه جدا سواء للديفلوبرز او للشركات او البيزنس اونرز ان اغلب الشركات الكبيره عملت كروس بلاتفورم التول الخاص بيها. يعني مايكروسوفت خلاص الزامرين بقت هي المعتمده، الفيسبوك اعتمدت رياكت نيتف، جوجل اللي هي عامله الاندرويد وهي عامله النيتف ديفلوبمنت تولز ليه في نفس الوقت نزلت الكروس بلاتفورم الخاصه بيها. ويمكن الناس تسالني انا ما عنديش اجابه محدده ليه جوجل بتبوش في اكتر من حاجه، يمكن هم معاهم فلوس كتير فاتس اوكي خلينا نبني تول جديده. وممكن دايما نفتكر المثل اللي هو كل نفسك قبل السوق ما ياكلك، ان هو عايز يوفر خيارات اخرى للديفلوبرز وللكومبانيز ان هي تقدر تستخدم اكتر من تول في نفس الوقت. فاكرين اليو اي ويجت سيستم او اللاير بتاع الاو ويجت سيستم اللي كان احمر على اليمين اتنقل كله بالكامل بقى ناحيه الشمال، بالاضافه ان التول بتاعت فلاتر بتقدم حاجه يونيك برضو وبتاثر على البرفورمانس وبتدينا برفورمانس عالي، وهي بتكومبايل الكود بتاعها باينري كود بيترن على الارم اركتكتشر مباشره، وده مش محتاج فيرجن ماشين، لدرجه ان ممكن الابلكيشن اللي طالعه من فلاتر كومبايل تو اندرويد مثلا تبقى البرفورمانس بتاعها اسرع من النيتف اندرويد. يبقى اول ميزه عندنا ان هو بيطلع باينري كود، ما فيش فيرجوال ماشين بترن الكود او بتترانسليت الماشين كود. اليو اي لاير بتاعه نقله بالكامل، عمل كلون منه وبنى اليو اي لاير الخاص بيه، نقله بنفس الاسم كوبرتينو وماتيريال ديزاين على الجانب الثاني، فده ادانا ايه سرعه اكبر. لما نيجي نشوف ازاي جوجل بتنتروديوس فلاتر بتقول لك انا سبيد هاي برفورمانس فريم ورك، انا بقدم لك سرعه، وده فعلا دايما انت كشركه او اي يوزر هيحكم على الابلكيشن بتاعك ازاي، هيشوف البرفورمانس بتاعه حتى لو الابلكيشن بتاعك كان اجمل ابلكيشن في الدنيا، لو بياخد 5 دقايق عشان يفتح الموبايل بتاعه هو مش هيستخدمه برضه. فدايما ركز على البرفورمانس، لان دايما البرفورمانس بيبقى من الحاجات اللي بتربح الابلكيشن بتاعك سواء انت كنت ديفلوبر او كواحد صاحب قرار. الفلكسبيليتي، الميزه في فلاتر ان انت اي حاجه تتخيلها تقدر، عايز تعمل لها كاستمايزيشن تقدر تعمل لها كاستمايزيشن. ليه؟ لان هو مكتوب كله بلغه واحده. كان عندنا مشكله في الويب ان الناس عشان تستعمل ويب كانت محتاجه مارك اب لانجويج، استعملوا HTML عشان يديسكرايبوا اليو اي الموجوده عندي في الويب. لما جم تكنولوجي بتاعه الموبايل استعملوا XML، ففي شركات حاولت تحل مشاكل مع XML مثلا رياكت نيتف عشان تحل المشكله دي، دمجت XML والجافا سكريبت، عملت حاجه اسمها JSX. بس بيفضل الناس بقى اللي بيهتموا بالتستنج وبيهتموا بالكواليتي هيقابلهم مشاكل ان هو بينتقل ما بين مارك اب لانجويج وما بين اللغه المكتوب بيها. يعني انا عندي جافا وعندي XML بحاول ادمجهم مع بعض ان هم يشتغلوا عشان يطلعوا لي موبايل ابلكيشن. فلاتر الموضوع ده كله مش موجود، هي لغه واحده، اللغه دي اسمها دارت، تقدر تعمل بها كل حاجه، هي اللي بتسكرايب اليو اي وهي المسؤوله عن البيزنس لوجيك بتاعك. عندنا النيتف لوك اند فيل، ودي مهم جدا عشان الاكسبيرينس بتاعت اليوزر لما يجي يستخدم الابلكيشن بتاعك ما يحسش ان هو مختلف عن النيتف ابلكيشن. الرابيد ديفلوبمنت دي خاصيه رائعه جدا في فلاتر، وحاجتين، حاجه اسمها ستيت مانجمنت وهترو لود هنشوفها ان شاء الله في صوره ايه عمليه. جوجل فلاتر بيركز على الشكل الجمالي مع البرفورمانس، اللي هم دول اكتر حاجتين ممكن ينجحوا اي ابلكيشن. يعني بيقول لك انا بكنترول السكرين من اول بيكسل لاخر بيكسل، هو جاي بالرندر انجن الخاص بيه، ما بيعتمدش على اي رندر انجن خاص بالاوبريتنج سيستم. يقول لك انت بتكنترول السكرين نفس الكونسبت اللي الابلكيشنز اللي بتعمل الالعاب بتكون بتعمله. يعني عندنا مثلا يونيتي بيبقى جايب ال 3 دي انجن خاص بيه وجايب اليو اي الخاصه بيه، جوجل فلاتر جاي بنفس الموضوع ان هو بيسمح لك ان انت ايا كان الشكل ايا كان الانيميشن اللي انت عايز تعمله تقدر تنفذه في جوجل فلاتر. بيطبق كونسبت مهم جدا، يقول لك ديزاين فيرست. في بعض الشركات بتبقى عندها ايدنتيتي يونيك عن السيستم نفسه، عايز يعمل شكل الابلكيشن بتاعه مختلف، فانت لو انت بتريلاي على اليو اي بتاعت الاوبريتنج سيستم هتبقى في ليميتيشن بالنسبه لناحيه الديزاين، لان انت لازم تتبع نفس المعايير بتاعت اليو اي لير سيستم بتاعك. مع جوجل فلاتر انت عمرك ما هتقول للديزاينر بتاعك ان التصميم ده ما ينفعش يتنفذ، ايا كان التصميم تقدر تعمله وتقدر تنفذه بسهوله جدا. في ويجت سيستم كبير جدا في جوجل فلاتر، عامل الكوبرتينو للاي او اس ستايل والماتيريال ديزاين للاندرويد، وفي جنرال ويجت سيستم اللي هو شيرد ما بين اي حاجه. بنلخص بس المميزات بتاعت جوجل فلاتر. جوجل فلاتر اهم ميزه فيه ان هو بيكومبايل باينري كود بترن على الارم اركتكتشر، ده بيخلي البرفورمانس بتاعه مقارنه بالنيتف اندرويد
انه يكون اسرع من النيتف اندرويد نفسه، لان النيتف اندرويد بيحتاج الجي في ام عشان يترن. تاني حاجه مفيش، ما بيعتمدش على اليو اي اللي هو ويدجت سيستم بتاع الاوبريتنج سيستم، فانت معاك الحريه الكامله ان انت تنفذ الديزاين اللي انت عايزه. وتالت حاجه ومهمه جدا وبتساعد في البرفورمانس، ان انا ما عنديش بريدج ما بين اليو اي بتاعتي وما بين الكود بتاعي. مفيش عندي لغه مارك اب مثلا اكس ام ال محتاج اعمل لها موك في التستنج، او انتقل من الاكس ام ال للجافا او اكس ام ال لسويفت، هي كلها لغه واحده لغه دارت. في حته مهمه جدا للناس اللي بيحبوا التيرمينال وبيحبوا الكوماند، والناس بتوع الديف اوبس ان اغلبهم بيشتغل حاجات من بيكتب باش كود او يكتب شيل سكريبت مثلا، اي امر في فلاتر تقدر تنفذه من خلال التيرمينال، وده هنشوف اهميته بعد كده ان شاء الله في الانتجريشن مع الديف اوبس. الهوت ريلود ميزه مهمه جدا، الناس اللي بتشتغل في حد اشتغل اندرويد جرادل مثلا، في حد شغال موبايل ديفلوبر، بتاخده قد ايه مثلا عشان تبيلده؟ هنقول بتاخده 3 دقائق 5 دقائق، وتتمنى ان البيلد تنجح وان الابلكيشن ما يحصلوش كراش. الهوت ريلود ان انت ممكن تعدل التعديل بتاعك مباشره، يعني هو هنا بيعدل، حتى عدل الايكون اهيت، قال اعمل ايكون فيفرت، مجرد ما هيضغط سيف اوتوماتيك الايكون اللي هي بلس ساين دي بقت اتحولت لشكل قلب. الموضوع ما يستغرقش اقل من ثانيه. تخيل ان انت ممكن الساعه اللي انت هتقضيها ان انت ديفلوب نيتف اندرويد عشان تعمل مثلا 10 تعديلات معينين عشان تشوف شكلهم، انت ممكن تعملهم في 10 ثواني بالظبط، تقدر توصل لنفس الشكل مع فلاتر. ده بيوفر عليك وقت كبير جدا، انت 3 ارباع وقتك اتوفر، تقدر تروح الجيم، تقدر تعمل اي حاجه تانية او تستغل الحاجه دي. وده دايما الشركات اللي بتركز عليه دلوقتي، حتى مفهوم الديف اوبس او الكالتشر بتاعه الديف اوبس، ليه انت دايما تضيع وقتك مع حاجات بتاخد وقت ان انت ممكن تاوتوميتها او تجد حلول ان انت تديكريز الوقت اللي انت محتاجه عشان تطلع بيه ايه البرودكت بتاعه. في حاجه تانية مهمه جدا، حاجه اسمها ستيت مانجمنت، ان هو بيحتفظ بالستيت. احنا عندنا الكاونتر ده واقف عند 4، لو هو راح هيغير الكاونتر بدل ما هو بلس بلس ماينس ماينس، وهيجي يضغط على الزرار هيبدا الكاونتر ينقص، مش هيعمل ريسيت للكاونتر، معناه ان هو محتفظ بالستيت. الموضوع ده بالنسبه لاي ديفلوبر حاجه مهمه جدا جدا، انا مش محتاج كل مره يرن الابلكيشن ويمشي بروسيس معينه عشان يوصل لنفس النتيجه وبعد كده يبدا يختبر الايه الكود بتاعه. اللغه المكتوب بها فلاتر اللغه اسمها دارت، واللغه ديت كانت جوجل قدمتها في 2012 وعارض تقديمها اكتر في 2015 2017. دارت احنا بنقول دايما هي باتريز انكلودد، جاي معاها الفيرجوال ماشين بتاعها. فيها ميزه مهمه جدا ان انت ممكن تكتب كود دارت وتكومبايله جافا سكريبت، وكود الجافا سكريبت الناس اللي بتحب النود جي اس او الجافا سكريبت، كود الجافا سكريبت اللي طالع من دارت احسن بكتير جدا من كود الجافا سكريبت اللي انت هتستخدمه لو استعملت تايب سكريبت او استعملت كوفي سكريبت. ليه؟ لان لغه دارت فيها ميزه مهمه جدا، حاجه اسمها تري شيكينج. تري شيكينج دي بتعمل ايه؟ بتشوف اي ميثود او اي بروبرتي او اي فاريبل انت ما استخدمتوش في الكود بتاعك وبتشيله من الكود بتاعك، بتكومبايل فقط الحاجه اللي انت محتاجها، وده بيفرق كتير جدا مع البرفورمانس. وارجع اقول لك خد بالك من الايه من البرفورمانس. هنبدا نتكلم بقى على الجزء الاساسي اللي احنا الحدث بتاع المؤتمر، الديف اوبس لايف سايكل. دايما احنا بنعتبر دايما الديف اوبس هو بيكستند الاجايل، وحاولنا نشوف تعريفات كتيره ليه. هنبدا نتعرف ازاي نمبلمنت بقى الديف اوبس كلتشر في الـ في الـ في الكلام في التوب بتاعنا ان شاء الله تعالى. هبدا اقول ابدا السايكل من اولها، من اول الديفلوبمنت مرورا بالايه بالاوبريشن. في فلاتر الويدجت سيستم اللي فيه ميزه كبيره جدا، ده عندك ديزاين بتبدا انت تفكر فيه عادي كواحد بتاع كديفلوبر ازاي هتعمل الديزاين ده. عندي صوره، عندي حاجات في صفوف وفي اعمده مثلا، فابدا اعمل اناليسيس للديزاين بتاعي، ابلان الكود وابدا اختار اشوف ايه الويدجت اللي انا ممكن استخدمها تكون مناسبه للحاجه ديت. عندنا هنا مثلا في رو، في اكتر من في 3 صفوف جنب بعض، او الكولون الحاجات اللي هي عموديه. بدات اعمل الكود بتاعي وبدات فلاتر بيقدم لك طبعا في اي دي اي تقدر تديبج من التيرمينال، وتقدر تديبج من الاي دي اي بتاعك، تقدر تسلكت اي ويدجت موجوده، ويدجت يعني كومبوننت او ايتم موجود على الشاشه لو انا كررت الكلمه دي كتير. البيلد بتاع فلاتر تقدر تبيلد من الاي دي اي بتاعك، وفي نفس الوقت تقدر تبيلد من الايه من التيرمينال. وده مهم قوي بالنسبه للناس اللي بتوع الديف اوبس، ان هو عايز اوتوميت ايفري ثينج فروم شيل كوماند. اليونت تيست او التيست عموما حاجه مهمه جدا للناس اللي شغالين في البرودكشر او الناس اللي شغاله في سوفت وير،
يكون اللي محتاج يقدم كواليتي عاليه. فلاتر مش بيقدم لك يونت تيست بس او بيقدم لك انتجريشن تيست بس، بيقدم ثلاث انواع من التيست. تقدروا تخشوا على الرابط ده عشان تشوفوا انواع التيستنج الموجوده. في بعض الاوقات ممكن يكون اليونت تيست ما بيعبرش عن الاستخدام الحقيقي للفانكشناليتي زي ما احنا شايفين في الانيميشن الموجود. انا جربت ان الحاجه بتتقفل وبتخش في المسار بتاعها، بس في نفس الوقت في الانتجريشن انا الباب اصلا مش شغال بالكونسبت اللي انا اعتمدت عليه. وده بيحصل كتير مع الديفلوبر، ان هو اوقات يرن التيست بتاعه، التيست بترن، طب الابلكيشن بتاعه على البرودكشن ما بيشتغلش ليه؟ ده بيعمل له مشكله كبيره. الناس اللي بيكتبوا يونت تيست للموبايل ابلكيشن عندهم مشكله مع التعامل مع الاكس ام ال مع فلاتر. هي لغه واحده، وفي نفس الوقت اللغه دي هي اللي بتسكرايب اليو اي. انت تقدر تيست كل حاجه في اليو اي، يعني تقدر تفتح الابلكيشن بالكود وتقول له اضغط على الزرار الفلاني وهيطلع لك الشاشه الفلانيه، هتلاقي فيها النتيجه الفلانيه. كل ده بيترن اوتوميتد، كل ده يترن ثرو كوماندز، فده شيء مهم جدا. انتجريشن تيستنج طبعا بالنسبه للسيرفيس اللي بتقدمها، وتست الكود بتاعك على ريال ديفايس. جوجل انا في طبعا فلاتر في حته مهمه جدا، هو اوبن سورس، الناس كلها تقدر تشارك فيه، وده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا ككوميونتي بنهتم بيها. دايما لما بنختار تكنولوجي بنركز اكتر على الاوبن سورس، لان هو فعلا امكانيه التغيير، امكانيه التحديث فيه بتكون اكثر. جوجل بتستعمل سيرفيس سي اي، في سيرفيس كتيره. انا نوت اباوت سيرفيس اللي انا عايز اقوله لك، ان انت ممكن ايا كان الكومنتس اللي انت بتنفذها تقدر تكتبها وتستعملها. ده مثال على سيرفيس من الريبو بتاع فلاتر الرسمي. في تول مهمه جدا لاي ديفلوبر عنده مشكله في موضوع الديبلوي والابلود للستور، بيحصل بيه لما يجي مثلا البيزنس اونر يقول لك انا عايز اخد نسخه من الابلكيشن دلوقتي، تقول له استنى عليا ساعه ولا ساعتين، او ان انا ممكن تقعد يوم اكتر. فاست لين من احد وافضل التولز اللي بتستخدم في موضوع الاوتوميشن، بتخليك تقدر تعمل لك ان انت تاخد سكرين شوتس من الابلكيشن بتاعك ايا كانت اللغات، تقدر تابلود للستور وتقدر تبعت للايه للتستر عشان يقدروا يتستوا الابلكيشن. وفي نفس الوقت تقدر تريليز ابلكيشن، وكل ده في دقيقتين، يعني في مجرد دقيقتين بترن الكومنتس بتاعت الفاست لين، اللين اللي انت بتكتبه وتقول له مثلا ابعت لي نوتيفيكيشن على سلاك، اعمل لي التست، بعد كده اعمل بيلد للابلكيشن وابلود الابلكيشن ده كمان على جوجل بلاي وعلى الاي او اس ستور. الكونتينوس انتجريشن مع الفاست لين ممتاز جدا في فلاتر، تقدروا تخشوا على الرابط ده. وانا البرزنتيشن بتاعي ده انا عملت تويتر بيه باللينك بتاعه من قبل ما ابدا السيشن، فاي حد عايز البرزنتيشن هيلاقيه موجود على الهاشتاج بتاع ديف اوبس دايز. الكونتينوس ديليفري ممتاز جدا مع فلاتر باستخدام الفاست لين. اخر حاجه بقى اللي هو السؤال اللي كل الناس بتساله، ايه هي الديف اوبس او ايه مش هي الديف اوبس؟ انا حبيت برضو اشارك بالجزء بتاعي. احنا دايما بنقول الديف اوبس ما هياش اسيبر التيم، يعني ما هياش موضه ان احنا نعمل تيم وهنسميه ديف اوبس. الديف اوبس نوت اباوت ذا تول، التول ممكن تتغير مع الوقت، فانت ما تستكش وذ تول معينه، انت لازم تتعلم الكالتشر نفسها. الديف اوبس يعني الحلول اللي فيها ما ممكن الحل المعين مثلا ما يكونش مناسب لجميع الحلول او جميع الكيس اللي انت تستخدم فيها الابلكيشن، لازم انت تشوف ايه الكيس بتاعت الابلكيشن بتاعك زي ما ضربنا امثله وتبدا تختار التول على اساسها. الديف اوبس اتس نوت اباوت اوتوميشن اونلي، الديف اوبس هي دي الديف اوبس. وانا عشان اوفر عليكم الوقت وعشان ما تاخدوش وقت طويل في قرايه الديفينيشن بتاعها ده، الديف اوبس انا بلخصها في كلمتين: الديف اوبس از ا مايند سيت، الديف اوبس از ا كالتشر، وزي ما اندرو يوز تو سي سمارت بيبل وركينج توجذر. دي بالنسبه لي هي ده تعريف الديف اوبس. بشكركم جدا، وده رابط البرزنتيشن بتاعي، ولو في اي اسئله انا لسه قدامي دقيقه و50 ثانيه. دي السوشيال لينكس بتاعتي اللي حابب يتواصل معايا، انا اول واحد يخلص في وقته، فتدوني جايزه. شكرا جزيلا ليكم.